ليتفضل المخرج الكبير رئيس لجنة التحكيم المخرج القدير الصديق الحبيب هاني لاشنور. المسابقات بس عايز اقول انا تعبت استاذ هاني لاشنور جدا. اولا كان متحمل فوق طاقته كم من الافلام بتعرض. كان في لجان مشاهده بتشوف الافلام وبتقيمها، ولكن هو تولى مسؤوليه صعبه، وفي نفس الوقت هو بيمتاز بالشفافيه المطلقه، ما عندوش حته المحاباه، واحتراما وتقديرا حتى اعضاء لجنه التحكيم اللي تم الاستقرار عليهم من شهر مايو اللي فات. اعتذرت الاستاذه الهام شاهين عشان ليها فيلم مشارك، اعتذر الاستاذ الموسيقار راجح داوود عشان ليه افلام مشاركه، فده نوع من انواع اعلاء مبدا الشفافيه حتى في اعلان وتقييم الجوائز. اولا انا بشكر اللجان المشاهده اللي شافوا عدد كبير جدا 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 من الافلام، وصعدوا لنا عدد بسيط قوي اللي هو 350 فيلم. فهو من شهر مايو واحنا بنتفرج فعلا، فهي متعه وفي نفس الوقت مجهود كبير جدا علشان نقدر نبص على العناصر اللي بتكون الفيلم كلها. والحقيقه يعني انا كان نفسي جميع الافلام تحصل على جوائز او شهادات او تقدير. هي فعلا نحن نقدر كل هذه الافلام، ولكن في النهايه لابد ان يكون في بعض الافلام الفائزه. واحنا يعني اعتقد ان احنا يعني واصلين الى منطقه مرضيه جدا لينا شخصيا في واللجنه. طبعا اللجنه بشكرهم كلهم، لان طبعا هم من كبار السينمائيين في مصر. وبحيي من هنا موقف نبيل جدا ولفتت لنا لي الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، وهي إن هي كلمتني وقالت لي أنا بعتذر عن اللجنة لأن أنا ليا فيلم موجود. وطبعا الفيلم اللي موجود اللي هي بطلته، الفيلم ده فيلم جيد جدا، وهي عاملة دور حقيقي يعني في رأيي غير مسبوق. فطبعا أنا بحيي هذا الموقف. وايضا الموسيقار الكبير راجح داوود، وهو برضه ليه زي ما اتقال فيلمين في العمل، فهو اعتذر. ولكن باقي اعضاء اللجنه اجتمعنا في القاهره، جالنا الدكتور صفوت واجتمعنا في القاهره ودارت بينا مناقشات كثيره جدا، انتهت الى الجوائز اللي انا بدعو لاعلانها. طبعا المخرج الكبير هاني لاشنور هو اللي يسلم الجوائز بنفسه بصفته رئيس لجنه التحكيم. نتائج الافلام، مسابقه الافلام الروائيه الطويله. هنبدا باحسن ممثله. احسن ممثله الفنانه الكبيره الهام شاهين عن فيلم حظر التجول. ان انا اعتذرت عن لجنه التحكيم. طبعا جايزه غاليه جدا جدا على قلبي. هو فيلم حظر التجول يمكن سافر وراح يعني اشترك في مهرجانات عديده، والفيلم خد حتى الان حوالي 22 جايزه بتنضم لهم الجايزه 23. الحمد لله. وانا بالنسبه لي في نفس الفيلم دي جايزه الثامنه كاحسن ممثله. فمن اكتر الافلام اللي انا حصلت فيها على جوائز، انا سعيده جدا بالفيلم ده، وبتمنى انكم كلكم تشوفوه لانه فعلا موضوع جديد ومختلف ولم يناقش من قبل في السينما المصريه ولا العربيه، لانه فيلم عن زنا المحارم، موضوع مهم جدا. والحمد لله انا سعيده طبعا بكل الجوائز اللي خدها الفيلم. مبروك لاسره الفيلم
المخرج الجميل اللي انا بحبه الاستاذ امير رمسيس، هو مخرج وكاتب الفيلم، فانا بحييه من كل قلبي. طبعا انا عايزه اشكركم انتوا بقى على الحفاوه والترحاب، يعني من اول ما وصلنا الاهتمام بينا بالفنانين المصريين. المهرجان ده بجد مهرجان مهم جدا، يعني شكرا للاستاذ صفوان يوسف المهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون، لانه فعلا هو ده جسر التواصل بيننا وبين الجاليات المصريه والعربيه في امريكا. فطبعا يهمنا ان احنا نتواصل دايما بيننا وبينكم، والفنون هي اللي دايما بتجمع الناس مع بعض. اتمنى نكون دايما يعني السينما المصريه والسينما العربيه نكون عند حسن ظنكم، وتفضلوا تشوفونا والاجيال الجديده يتابعوا ويشوفوا مصر والعالم العربي ما ينقطعوش عن جذورهم. وطبعا كل الشكر للجنة التحكيم وعلى رأسها الأستاذ هاني لاشين، أنا بشكركم جدا جدا. نعلن الجوائز مباشرة. الأفلام الروائية الطويلة، طبعا أحسن ممثل الفنان القدير ماجد الكدواني عن فيلم برا المنهج. أحسن سيناريو أيتن أمين ومحمود عزت. أحسن إخراج كوثر بن هنية عن فيلم الرجل الذي باع زهره، فيلم من بلجيكا وتونس. أحسن موسيقى تصويرية راجح داوود عن فيلم برا المنهج. جائزة لجنة التحكيم الخاصة منحتها إدارة اللجنة لفيلم الرجل الذي باع زهره. أما جائزة العمل الروائي الأول فكانت لنادين خان عن فيلم أبو صدام. نتائج مسابقة الأفلام الروائية القصيرة. أحسن فيلم ذهبت إلى فيلم كان لك معايا، إخراج روجينا بسالي، مصر. أحسن سيناريو فيلم كان لك معايا. أحسن إخراج فيلم سلوى، إخراج إيناس بن عثمان، تونس. أحسن ممثل محمود قابيل عن فيلم كان لك معايا. أحسن ممثلة ناهد السباعي عن فيلم هذه ليلتي. أحسن موسيقى فيلم ليلى لكريم عصارة. جائزة العمل الأول الوجوه السعيدة لعمرو الحلواني، مصر. جائزة لجنة التحكيم لفيلم سلوى، إخراج إيناس بن عثمان. شهادة تقدير خاصة لكل من فيلم ميثاق، إخراج الحسين حنين، وفيلم عزيزاتي رولا، إخراج ماري بدير، مصر. جوائز التميز أمير صبيح أحسن ممثل عن فيلم ورد المغرب. نورة عبد الرحمن أحسن ممثلة عن فيلم ليلة غريبة، مصر. نتائج الأفلام التسجيلية الوثائقية. أفضل فيلم وثائقي وطن بالاختيار، إخراج حنان راضي، طبعا بنت المخرج الكبير محمد راضي. جائزة لجنة التحكيم لفيلم باب الدنيا، مصر. شهادة تقدير خاصة لفيلم مدرسة الإصلاح، عمان، وصوفيزم، تونس، وفيلم التجلي، مصر. سينما الموبايل أحسن فيلم بلشون أبيض، مصر. لجنة التحكيم منحت جائزة خاصة لفيلم حواديت يهود، مصر. شهادتي تقدير لفيلم القطار، مصر، ونهاية المطاف، المغرب. ندخل إلى
مشاريع الطلبة القسم المستحدث، عملنا قسم خاص لمشاريع الطلبة، مشاريع التخرج، معاهد السينما، كلية الإعلام إلى آخره، دعم للشباب المغرب. جائزة أحسن فيلم ميراكي. ده إنتاج الأكاديمية العربية بالإسكندرية. لفيلم أليسيا إنتاج الجامعة البريطانية. شهادة تقدير خاصة لفيلمي ميوت وفيلم ريليشن شيب. دي النتائج التي أعلنت بالنسبة لهذه الدورة. طبعا بنأمل إن الدورات القادمة تكون الأفلام أكثر تميزا، أكثر إبداعا، أكثر تواصلا. والمهرجان أنا يعني مش كشخصي ولكن بدعم الجميع هيكون في مشروع ثقافي كبير قادم في أمريكا. إحنا عندنا طموح لن نرضى أبداً إلا ويكون عندنا هنا في أمريكا مركز ثقافي مصري ضخم. ممكن نجتمع اجتماعات ضيقة في أماكن ضيقة أو لقاءات ضيقة أو نعمل إيفنتات ضيقة، ده لا يصح للمصريين. ولكن احنا لازم يكون عندنا مبنى لينا ضخم. احنا مش اقل من الهنود الامريكان اللي عاملين اكبر متحف وسط منهاتن. احنا الحضاره 7000 سنه، وبالتالي التجارب الفرديه عندما تجتمع تحدث تجربه كليه، يكون مركز هو مركز الاستناره الحقيقي. الدعم ده مش بنعمله لانفسنا نحن الى الزواج، ولكن بتبقى الاعمال. أنا ما بشكر الفنان هاني لاشين، هو امبارح كان بيتكلم عن الحضارة والتاريخ وبيتكلم عن التحريك والصور والتراث وحاجات كتيرة جدا. ده فن ملهم لينا، والفن ده يجب أن تتوارثه الأجيال عشان نقدر نحقق منظومة مختلفة. الإنسان اللي بيفكر بفكر ضيق في الأنا والذات ويقفل نفسه على هذا الإطار لن نصل إلى نتيجة الفعل الجماعي الذي ينهض به كثير من الأعمال الإيجابية. وأعتقد أي إنسان مصري غيور وأي إنسان عربي غيور وأي إنسان محب للوطن ومحب لأوطانه يستطيع أن يفعل الكثير، ليس لنفسه ولكن لخدمة الآخرين. فأنا بشكر كل الحضور الكريم وأنتهز الفرصة هنا عشان أكرر شكري وأكرر امتناني وأكرر محبتي للفنان القدير المبدع دوماً وأبداً. وبعتقد مش عميد السينما المصريه ولا عميد الدراما العربيه، هو عميد الانسانيه الدكتور يحيى الفخار. وبكرر شكري وتقديري وامتناني لكل طلب انا بطلبه وكل حوار بعمله بقوه ومتابعتها واهتمامها بالمهرجان. الفنانه اللي احنا بنقول عليها سفيره الفن العربي ده لقب محدود، هي سفيره الفن العربي وسفيره الانسانيه باعمال ترتقي بالانسانيه، الفنانه الكبيره. بس هناك راحة قلبية وراحة فكرية وتواصل عميق يؤدي إلى نتاج عمل.
المخرج العظيم هاني. تكتمل منظومة العمل بوجود شخصين، وطبعا انا مش بعتبر ان هم ضيوف عندنا، بل بالعكس احنا ضيوف عندهم، ضيوف للفن اللي احنا بنستقي منه. يعني من علمني حرفا صرت له عبدا، اما اللي بيشكل وجداني وبيشكل اعماقي يكون ايه؟ يكون اعمق واعظم. الاعلاميه الجميله رشا سليمان المخرج الواعد الذي ابدعنا وامتعنا واسعدنا، وهو مخرج الظل مش النور، يعني مخرج بيشتغل من ورا الظل، ما بيحبش يعلن عن نفسه، ما بيحبش يعلن عن ذاته، خجول جدا حتى في طريقه التعامل، المخرج الجميل شادي الفخراني. انا يعني يعني في شخصيات كتيرة تستحق الشكر والتقدير، وده اللي انا هختم بيهم. ليه انا بشكر الناس او ليه بشكر؟ انا بشكر فريق عملي، فريق عملي ده منتمي ليا. يعني الانتماء يعني ايه؟ هو مش منتمي لشخص، هو منتمي لفكر، وعشان هو عنده قناعات بالفكر بيقدر ان هو يوصله للاخرين، فعنده قناعه ان ده بيته. كل ما تشهد الانسان ان ده بيتك بيجتهد عشان يحافظ على بيته. بشكر الأستاذة أميرة خالد منسقة المهرجان بمصر على دورها الكبير. دورها الكبير في تنسيق الأفلام، تنسيق المهرجانات، التواصل مع الإعلام، إصدار الكتاب الرسمي للمهرجان، جهد كبير جدا ومتواصل وممتد لمدة سنة. بشكر مجموعة من المعاونين ليها في مصر، الأستاذة مروة السوري الصحفية، قسم التصميمات الفنية جوليزيان عادل ورحاب عبد الله وكيرولو الصلاح، طبعا وحدة وطنية. قسم المونتاج والجرافيك أمجد نبيل الفقي، وقسم السوشيال ميديا هيثم فتحي. قسم العلاقات العامة بمصر نرمين إدوارد وبشوي منير. قسم الدعاية مصطفى عطية ولمياء محمود. بشكر لجان المشاهدة اللي فعلا تعبت ان هي تشوف 350 فيلم، ويمكن الاستاذ هنا لما بقول له 350 فيلم قال لي انهي لجنة هتشوف 350 فيلم، ولكن احنا عملنا خمس لجان مشاهدة. انا بشكر الناقد الكبير الاستاذ فتحي سليمان، وبشكر الناقد احمد عصر، والمخرج رضا شوقي، والمخرجة فيفيان محمود، والدكتورة رجاء الغمراوي. مش هقول ان في جندي مجهول بيشتغل واحنا قاعدين هنا ممكن ما نشوفوش وسطنا، جندي مجهول هو اللي ممكن يكون اسفر عن جهد كبير جدا في ان احنا نكون ملتقيين هنا. جهد تواصلي مع الجاليات المصريه والجاليات العربيه، والتعامل مع المواهب، والجلسات الاجتماعات المستمره، ومكوك يدور ما بين الولايات، الاستاذه كريستينا مرزوق. طبعا بشكر من امريكا هنا بقى الفريق المعاون حقيقي واللي اخلص في تقديم كل عمل طيب. بشكر الاعلامي احمد محارم. بشكر إسراء منصور، منير مطران، عماد عادل، وأندر شمعدان، وديانا غالي، ومارك مقار، وسالي سليمان. وبشكر مينا سمير، وسعاد المجاهد المغربية، وديانا نم الأردنية، وألفرد حبيب، وكرولو السدرة، ومونيكا وديع، وميسون منصور، وإيفان كاساويرس، ومارينا بشير. كمان بشكر جورج بشاي وساندرا عبده ونور حسين ومريم توفيق
وجيرة عبده وهانيا عبد الله وبربوتا خليل وكريستين فهيم وسندريلا مساك مريم كمال فيرونيكا زكي آية خليل كرولوس فهيم وأي شخص بذل مجهود في نقطة زي دي. أما بقى شركاء العمل فعلا الناس اللي تعبت جدا وقدمت أدوار مهمة جدا في هذا الحدث، شكر خاص جدا اللي أنا بعتز بيه الدكتور حبيب جودة على جهده الكبير جدا، راجل أنا بعتبره كده عمدة نيويورك، عمدة الجاليات العربية، عمدة المصريين، لأنه بيفتح قلبه للجميع، ما فيش حد بيطلبه في أي خدمة في أي حدث إلا ما يكون وراه. فأنا بشكر، يا ريت يكون عندنا شخصية مثل الدكتور حبيب. ما ننساش أبدا دور الشركة الوطنية بتاعتنا، نشكر الناقل الرسمي مصر للطيران، الناقل الرسمي للضيوف المصريين في أمريكا. بشكر الأستاذ هاني محمد عياد المدير الإقليمي على الجهد اللي بذله في هذا. المهرجان أرسى مبدأ الزغاريد كمان في هذه الدورة. بشكر الدكتور رمزي جودة الشاب الرائع اللي اتكلم عن الفن وقيمته، وبشكر الدكتور كمال توبه وليلى فرحان، بشكر الدكتور سامر امين خسروف، بشكر الدكتور خالد عثمان على دوره وتقديره، بشكر الاستاذ كمال غبريال، وبشكر الاستاذه حسينه ميخائيل على دورهم الكبير جدا، بشكر الدكتور محمود ابراهيم، وبشكر الشيخ محمود الجماعي من اليمن، وبشكر الاذاعيه هدى اسماعيل على ما قدمته من دعم، بشكر الاعلامي محمد الكرخي، بشكر الاستاذ عصام الدين عطوه، وبشكر الحاج محمد عواد على كل الجهد اللي قدمته. عايز اقول شكر خاص جدا حقيقي لضيوف المهرجان الرئيسيين اللي هم وجودهم هنا هم الاسرع من وجودكم هنا. فبشكركم للمره الثانيه وكل مباراه وكل دكتور جميل. اعذروني لو نسيت اسمي سقط سهوا. دكتور علاء السليمان. اعذروني لو انا نسيت اسم او سقط سهوا مني او يعني مش اسمه لم يذكر، نلتمس من بعض الاعذار لان كثير من الامور قد تحدث اخطاء نصيب او نخطئ، فسامحوني على اي خطا يكون، وارجو من الفنانين يسامحوني على اي تقصير ايضا لو انا قمت به خلال الفتره دي. اشكركم جميعا جدا وكل سنه طيبين ومحبتكم على الاقدام باذن الله.